لا 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 مع الناس احنا الارهاب والمسؤوليه يمكن تتحملها المخابرات الاسبانيه. هذا احد شيء كان سكروه وما كان حملوش وما كان بكوش قاع اللي كيديرهاش هذاك ماشي ولا غبانه نكروه. رغم أننا في فصل الصيف إلا أن سماء منطقة إغبالة حزينة، فلا شيء هنا كان يشي أن اسم منطقة إغبالة سيتحول من منطقة منسية وسط جبال الأطلس إلى اسم يتداول على أكبر وسائل الإعلام العالمية. موسى أكابير رغم أنه لم يولد في منطقة أغبالة إلا أن أصول أجداده من هنا، فعائلة أكابير أشهر من نار على علم، والوصول إليها لم يكن صعبا بقدر ما كانت محاولة إقناعها في الحديث إلى الكاميرا مستعصية. اليوم 24 انتقل إلى منطقة أغبالة بإقليم بني ملال، ورصد لكم الروبورتاج التالي. باسم العائلة نعلن تضامننا مع الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث الإرهابي، كما أن عائلتنا بعيدة كل البعد عن هذه مظاهر التطرف. نحن جدون مصدومين للغاية، لم نكن نتوقع هذا الأمر، والضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث نتضامن معهم. هذا ما كله في الأمر. حنا ما كنتعاملوش لهذا الشيء، وباه ولا فامي ديالو ما عمرها دار، ناس نقيين ما كنسمعوا عليهم حتى شي حاجة خايبة، كيخدموا تيغراض ديالهم، عندو عائلة وولاد الخير، تمشي عندهم حاليا، تمشي عندهم حاليا تاكلوا وتشربوا ويستقبلوك مزيان، وماشي غير حنا، كيستقبلوا الناس كاملين، ولا فامي ديالهم الله عمرها دار، باه ما كيتعطاش مسكين لهذا الشيء. خطرة واحدة جا مع باه، كلاو عندي هنا في القهوة. عندي الصراحة هذا الشيء اللي وقع ما عمرنا انتظرنا كاع هذا الشيء وقع، حيت الناس ديال هذه البلاد أصلا ما عندهمش العلاقة مع هذا على هاد الحوايج هادو، الناس دراوش، واصلا هادو اللي هاد الولد هذا اللي دار هاد الشيء في الاول كانوا جيراننا، وكانوا الناس الله يعمرها دار صراحه دراوش، ولكن من بعد فاش مشاو لاسباني من تما ما عمري شفتهم صراحه الدراري هادو. أييه ودي هادشي ماشي ديالهم الصراحة، هادو ولاد غبالة ناس مزيانين ومحترمين، ما نعرف منين جا هادشي هذا، منين تسلط عليهم، وما رضيناش كاع يوقع هادشي، وما رضيناش المغاربة ديالنا يديروا بحال هكا، وما كيديروش المسلمين أصلا، ولا كاين هادشي مقدر علينا ما عندنا ما نديرو. كنعرف العائلة ديالهم عائلة محترمة وما فيهم حتى شي شكوك كاع لهاد الخدمة هادي، واش فهمتي؟ ما حتى واحد ما كيشك فيهم ولا دراوش، بنادم يعني كيقلبها على الطرف ديال الخبز وصافي ماشي. اسيدي رايي انا هادشي ولا كيخلع بزاف، هادشي ما خصوش يكون كاع، هادشي كيشوه الصوره ديالنا وكيشوه الصوره ديال الاسلام، وهادشي ما كيديروش المسلمين. ما نعرفاش هادشي والله العظيم بالله. كنت اسفون نسمعوا واحد الدري ولد غباله ولد المنطقه يدخل في هذه المعمعه ديال هادشي اللي وقع في برشلونة. المهم حنا كدراري دغبالة بقى فينا الحال صراحة الله، بقى فينا الحال حيت ولاد دغبالة معروفين على الصعيد الوطني، معروفين بالكرم والجود وفهمتي، ما معروفينش بالإرهاب، واش معروفين بالسلمية والتضامن ديالهم. الدري دابا اللي تورط في هذا سميتو يعني تخدر من جهات أخرى، ماشي أما حنا عندنا راك عارف في المنطقة كيفاش دايرة، الناس راه سلميين وواعيين وعارفين اش كيديروا، ربما تخدر من شي جهة أخرى هادشي اللي كاين. أنا كنعرف با سعيد،
سعيد وكبير كان راه ولد البلاد. انا راه 35 عام وانا خدام هنا في القهوه، ما عمري سمعت عليهم شي حاجه خايبه. وحنا ما كنبغيوش هذا الشيء، هذا الشيء ما كنبغيوش. هذا حد الشيء كنكروه وما كنحملوش وما كنبغيوش كاع كاع اللي كيدير هذا الشيء. كون عندنا الارهاب كون وقع داك الشيء اللي وقع في البلدان الاخرى عندنا، ما عمر شي حاجه وقعت عندنا. حنا ماشي ارهابيين، هذاك ماشي ولا غبانه، نكروه.